أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات. وصلنا إلى شوط الختام في أمسية هذه الليلة، الشوط 13، وهو الخاص بالجعدان اللقاية بالجعدان الإذاع، عفوا بالجعدان الإذاع في شوط الختام، وهو 13 في أمسية الإذاع في هذه الليلة، لنكون سدلنا ستار الصغار في مهرجان سمو ولي عهد دبي بنهاية هذا الشوط في هذا المهرجان. وسوف ننطلق إن شاء الله يوم السبت في بداية سن الكبار، وانطلاقات هذا الاندفاع. انطلق الشوط وانطلقنا مع شاشة دبي ريسنج لنتواصل ونتابع مع حضراتكم المراكز الأولى. نتقدم بالمقدمة وبنلقى لماح على مقدمة الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر سيف بن علي بن كليب الاكتبي، ياتي بالمركز الأول، بينما من لماح إلى المركز الثاني وشعار سمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، ومع عرف ياتي في هذه الانطلاقة. سعيد بن مبروك الوهيبي يتولى عملية تضمير وهو في المركز الثاني، أما المركز الثالث فياتينا في ثالث المراكز السعدي، تعود ملكيته من هجن إنتاج أم الزبار، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني ياتي في تضمير على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز، شاهين من هجن الرياسة ياتي على المركز الرابع، وشاهين أيضا من هجن الرياسة على المركز الخامس، وبقيادة سعيد بن مظفر العامري. المركز السادس، هملول من هجن الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي يضمر، بينما المركز السابع شاهين، تتقدم هجن زعبيل كذلك بقيادة راشد بن محمد بن مروشد. أما المركز الثامن فياتي شاهين من هجن الرياسة، سعيد بن مظفر العامري يتولى عملية التضمير، وهملول في المركز التاسع من هجن الرياسة يضمر سلطان بن محمد الوهيبي. والمركز العاشر يتقدم وياتينا حمران من هجن الشحانية يضمر جار الله بن محمد بن عقيل. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته على أرضية ميدان المرموم. وهذا المسار واللقاء المسائي في شوط الختام، في أمسية هذه الليلة، مع سن الإذاع، مع الإبداع والإمتاع اللي شاهدناه من تنافس، من أثاره، من حضور لهذه الأسماء، من نجوم التضمير الذين بهذه النوعيات يتقدمون ويتأملون في الختاميات في المهرجانات القادمة. عموما على كل حال نتمنى التوفيق للجميع. عودتنا بعد إذاعتنا للعشر المراكز الأولى، عودة مرة ثانية للمراكز الأولى. نتقدم مشاهدينا الأعزاء إلى المركز الأول، وهذا عرف، هذا عرف يتقدم على المقدمة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، يضم سعيد بن مبارك الوهيبي يتقدم مع هذا الشعار الذي يحرص على الأصايل وعلى الأصالة، دائما يتقدم، ياتي بكلمة هو جميل، ياتي بكلمة هو رائع من جهود، سواء كان هنا في ميادين السباق أو هناك في المزاين. شعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان حاضرا مع الأصايل والأصالة في هذا الاندفاع. المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدي العزاء، وياتينا السعدي من هجن انتاج ام الزبار، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. الله يا هذا الاسم الشهواني المرعب اللي ياتي ويقدم كذلك من غده منجازات في التضمير صراحه الشهواني. عموما على كل حال، المركز الثالث، ثالث المراكز، ويتقدم في المركز الثالث لما
الرماح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم أحد الشباب المضمرين والملاك الرائعين. سيف بن علي بن كليب يتقدم كذلك. أبو عبد العزيز يتابع هذا الشوط ويمني النفس بالفوز والناموس. عموما على كل حال نتمنى التوفيق للجميع، الكل مركز. هجن زعبيل تتقدم على المركز الرابع، تقدم شاهين. راشد بن محمد بن مروشد المتألق في هذا الاندفاع. شوط الختام لمن من بيختم أشواط أسبوع الصغار، أشواط أسبوع الصغار اللي انطلقنا على مدار ستة أيام انطلقنا فيها بهجن أبناء القبائل وأبناء الخليج وهجن أصحاب السمو الشيوخ ومضمرتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي طال الله في عمره، وأبقى ذخر في هذا الملتقى العرس الجميل الذي يأتي به ميدان المرموم في دبي. وهذا شوط الختام، هذا شوط الختام على أسبوع الصغار وستل الستار على الصغار في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. الكيل الأخير السعدي على مقدمة الشوط. هجن انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن الشهواني، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني ياتي على المقدمة. المركز الثاني لا زال يتقدم لماح لاسمه شيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. سيف بن علي بن كليب يضمره في هذه الانطلاقات، ولكن الهجوم وارد. الامتار الأخيرة، الأوامر، الشوط الأخير لمن ختام أشواط مساء هذا اليوم، لمن ختام أشواط مساء هذا اليوم. جميل للغاية الختام. أوه يا بن زيتون ما ذعناه في الخمسة، في الأمتار الأخيرة. هذا اللي يشكل الفنون بوسعيد، يشكل الفنون مع هجن الرياسة، ولكن لا زالت المحاولة. لماح قلت لكم أن خطير للغاية. قلت لكم بن كليب مركز مع هذا الانطلاق. شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وسيف بن علي بن كليب قدم في شوط الختام، قدم نقطة ثمينة في مهرجان سمو ولي عهد دبي، وقدم لنا لماح تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. سيف بن علي بن كليب قاد في التضمير. المركز الثاني هجن ام الزبار تاتي في المركز الثاني، شاهين الثالث من هجن الرياسة، هملول الرابع من هجن الرياسة، وشاهين في المركز الخامس من هجن الرياسة. هكذا كان الشوط. عودة مع مخرجنا البارودي وزملاء في هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع، لنعود بالإعادة والإعادة إفادة بالنسبة للتوقيت الزمني إلى الثلاث المراكز الأولى. وهكذا على شاشة التلفزيون لماح انتزع الناموس والفوز بجداره. 8:57 بالوفاة تمام. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. شكرا سيف بن علي بن كليب على هذا الفوز والأداء الجميل. المركز الثاني من وصل فيه الفايز، الفائز قطع المسافة في 8:57 و6 أجزاء من الثانية. هذا الفائز من هجن انتاج ام الزبار محمد بن بخيت بن مقارح ضمر الفائز. 8 دقائق المركز الثالث، 8:54 من الثانية. شاهين من هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا تهانينا والناموس للجميع.